سلام زينات، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بصحه جيده. راح نقدم لكم دوره مدتها 3 ايام معايا انا شاف ديال الخسيهان، ورشه احترافيه من كل النواحي. راح تتعلموا انواع الحلويات التقليديه بحله عصريه. راح نطرقوا لكل اسرار وتقنيات الحلويات، وراح يكون تطبيقي 100%، وكل وحده تخدم بيديها باش هكا راح تعرفوا كل التقنيات الصحيحه على اصولها. وفي نهايه الدوره كل وحده تدي تطبيقها، يعني كل وحده تدي عينه مشي لي خدماته في كل نوع راح نطرقوا له في هذه الدوره. اللي بغات تخدم وتسترزق وتباشر في مشروعها وتولي تخدم لي كوموند عليك وعلى هذه الدوره، بها راح تكسري مخاوفك وتزيدي ثقتك في نفسك وفي عملك من ناحيه الحلويات التقليديه والعصريه. طبعا بكل احترافيه راح تكون الدوره هذه بمبلغ رمزي جدا. المستلزمات راح تكون على عاتق المؤسسه. انت ارواحي بلا طاي، جيبي معك راسك تبي فيه، ما على باليش واش باغيه معلومات تزوديها ولا تحبي تفكريها، جيبي معك حماسك وثقتك بنفسك فقط. راح نطرقوا لانواع عديده على راسهم، البقلاوه، المقروض، الفاكهه وغيرها. وفي الاخير تتحصلي على شهاده مرحبا بكم، راح يكون مبلغ رمزي، راح يكون اليوم وغدوه باذن الله، ومن بعد يرجع المبلغ كما كان. راح يكون الخميس القادم ان شاء الله، الدوره راح تكون خميس جمعه سبت. اللي حابه تتفضل وتنضم للمجموعه مرحبا بك. استغلي الفرصه تاع البروموسيون هذه، حتكون اليوم وغدوه، سما اليوم السبت والحد فقط، ومن بعد يرجع المبلغ كما كان. سلام.